ندخل بقى شباب على ليسن 3، والليسن دوت سهل خالص وفي اكزامبلز كتيره، وهنحلوا مع بعض بروبلمز كتيره مع بعض. وخلي بالكم هو سهل، بس انا عايز اوصل للمعنى بتاع الدرس، المعنى بتاع الدرس اللي ممكن تكون بتحل الدرس سهل خالص. يعني في طلبه كتير بيحلوا الليسن دوت 10 على 10 ويجيبوا الفول مارك، بس مش فاهمينه، يعني مش فاهمين ايه القصد منه. تعالوا شوفوا ايه الليسن دوت بيتكلم على ايه. بيتكلم على حاجه اسمها ذا فيزيكال كوانتيتيز. بيتكلم على حاجه اسمها ايه؟ فيزيكال كوانتيتيز. قلنا كلمه فيزيكال كوانتيتيز، تعالوا نقسموا الكلمه دي الاول. كلمه كوانتيتيز يعني اماونتس، اماونتس كميات. ولما تحب تقيس اي اماونت انت مضطر تقيس الفاليو، تطلع بقد ايه يعني فاليو، خلاص. وبعد ما تقيسها انت لازم تقول اليونت، تقول اليونت. كوانتيتي زي اللينث مثلا، اما تقيس اللينث بتاع اي حاجه لازم تقول هيطلع قد ايه، وتقول اليونت اذا كانت متر او سنتيمتر. دي كلمه كوانتيتي. اي كوانتيتي يا شباب بيطلع لها فاليو اللي هو النمبر يعني، واليونت. والاثنين دول يا شباب بنقول عليهم في الليسن بتاعنا، بنقول عليهم ماجنيتيود، ماجنيتيود. يعني ايه ماجنيتيود؟ يعني نمبر ويونت. اظن الكلام ده سهل. طيب يعني ايه فيزيكال كوانتيتيز؟ اصل الكوانتيتيز دي اللي انا بحب اقيسها، سواء لينث ولا تايم ولا ماس ولا ويت ولا سبيد ولا اكسلريشن، الحاجات دي بتوصف النيتشر. يعني لو عايز توصف مثلا ذا سبيد اوف روتيشن اوف ذا ايرث اراوند ذا سن، ذا سبيد، ادي انت عايز تحسب سبيد، ماشي. انت بتوصف حاجه في الطبيعه. لو عايز توصف حركه عربيه لازم تحسب ديستنس وتحسب تايم. وبالتالي الفيزيكال كوانتيتيز دي هي بتوصف حاجات في الطبيعه، عشان كده سميناها فيزيكال. صعب الكلام دوت؟ ايه اللي انا قلته؟ كوانتيتيز يعني بيطلع لها نمبر ويونت او فاليو ويونت، وبنسميهم ماجنيتيود. فيزيكال عشان بتقيس حاجات حوالينا in the nature في الطبيعة. أظن الكلام ده سهل. طيب نتكلم مع كنزي، بقالي كتير مش بتكلم مع كنزي. تعالي يا كنزي كده نتناقش مع بعض في the kinds of physical quantities. The kinds of physical quantities. لو قلت لك يا كنزي عايزين نقيس المسافة ما بين، عايزين نقيس the distance between the home. هو انت في العربية ولا ايه يا كنزي؟ لا كده تمام؟ تمام. ها the home and the school. The home and the ايه؟ the school. فقلت لك the distance between the home and the school is مثلا 2 كيلومترز، 2 كيلومترز. قولي لي كده يا كنزي، هو ال 2 كيلومترز ديت من الهوم للسكول، ولا من السكول للهوم، ولا كلامي ده مش منطقي اصلا؟ هو من الاثنين. هو من الاثنين. هل الدايركشن هنا فرق معايا؟ لا. ما هو ال 2 كيلومترز ديت ممكن اقيسها من الهوم للسكول او من السكول للهوم، الدايركشن بالنسبه لي ملوش معنى، صح الكلام ده؟ صح. وبالتالي هنا انا لما جيت اقيس الديستنس، انا اهتميت بالماجنيتيود بس، اهتميت بالماجنيتيود. اللي هو ايه الماجنيتيود؟ اللي هو 2 الفاليو والكيلومترز اللي هي اليونت. صعب الكلام ده؟ طيب هكمل معاك الكلام. طب لو قلت لك ادي البيت بتاعك يا كنزي، ماشي، وادي السكول، ماشي، ادي الهوم وادي سكول اللي في ما بينهم 2 كيلومترز، وادي كده مثلا مش يعني بوليس ستيشن، اهو بوليس ستيشن، اي حاجه. لو قلت لك
ازاي ازاي اوصفي لي تمشي من الهوم للسكول هتقولي لي ايه؟ يمين. نعم يمين. هتقولي لي بص بقى هتقولي لي انت كده يا دوبك هتمشي 2 كيلومترز eastward بالظبط كده eastward يعني انت ما قلتليش ماجنيتيود بس انت قلتيلي ماجنيتيود وايه كمان ودايركشن صح كده طب لو قلتلك اوصفي لي ازاي امشي من الهوم همشي لتحت عشان اوصل البوليس ستيشن الله ينور عليك هو عشان اوصف عشان امشي للبوليس هتقولي لي مثلا هتمشي 3 كيلومترز southward ماشي هنا يا شباب انا لما حبيت اوصف physical quantity انا كده اهتميت بماجنيتيود يود and direction في الحالة دي يا شباب أنا ما كنتش بقيس distance على فكرة هنا الموضوع مختلف الـ physical quantity اللي بتتقاس بالميتر أو كيلومتر ولازم توصف لها magnitude وكمان direction ما أنت ما ينفعش تقول لي هتمشي للسكول زي البوليس ستيشن لا هنا أنت اهتميت بالدايركشن الدايركشن بالنسبة لي كان مهم جدا في الوصف هنا شباب احنا كنا بنقيس حاجة اسمها displacement حاجة اسمها displacement مش distance طيب اشوف الناس فهمت ولا لا يعني دلوقتي لو حبيت اسأل زياد لو قلت لك يا زياد what is the difference between distance على فكرة الاتنين بيتقاسوا بالميتر او كيلومتر distance والديسبليسمنت ايه الفرق ما بين الاثنين دول ها زياد ديستنس المسافه اللي خدتها ايوه والديسبليسمنت المكان يعني الاتجاه ها ايوه صح ممكن بس ايه اوضح الكلام اللي انت قلته بص الديستنس هي مسافه بس الديستنس هي فيزيكال كوانتيتي ليها ماجنيتيود ولا ماجنيتيود ودايركشن ولا دايركشن بس الديستنس ماجنيتيود بس دي حاجه دي فيزيكال كوانتيتي ليها ماجنيتيود اونلي هل كان الدايركشن هيفيدني بحاجه لما قلت لك هو قد ايه هو هاو لونج يعني هنا كنت بقول ايه هاو لونج بس ماشي هل كان الدايركشن هيفيدني في حاجه ما كانش هيفيدني في حاجة. إيه أنا محتاج بس أعرف الماجنيتيود. لكن الديسبليسمنت أنا عشان أوصف السكة الديسبليسمنت أنا اهتميت بإيه وإيه يا زياد؟ الماجنيتيود والدايركشن. الله ينور عليك. ماجنيتيود أند دايركشن. جميل جدا. وبالتالي احنا طلع عندنا two physical quantities عندهم نفس اليونتس هنا دي عندها متر وكيلومترز وبرضو دي نفس الكلام meters وايه وكيلومترز بس في واحدة magnitude والتانية magnitude ودايركشن فطلع عندنا two kinds of physical quantities the physical quantities that are defined الphysical quantities اللي اعرفها by their magnitude only بسميها scalars كلمة أول مرة تعدي عليكم scalars أو scalar physical quantity طيب the physical quantities that can be defined by their magnitude عشان أعرفها لازم أعرف الماجنيتيود and the direction فدي بسميها vectors بسميها إيه يا شباب vectors two kinds of physical quantities scalar وvector مين اللي scalar
The physical quantity has magnitude only. ماشي؟ لكن الثانية ال vector has a magnitude and a direction. أظن الكلام سهل. أسأل أحمد. لما أجي أحمد أقول لك انزل اشتري لي أو أنت تروح تنزل تشتري مثلا 2 كيلو تفاح. خلاص كده؟ يبقى لما تروح للراجل تقول له عايز الماس 2 كيلو جرامز، هل أنت محتاج توصف له دايركشن؟ لا. لا، ينفع تقول له اديني 2 كيلو شمال ولا 2 كيلو يمين؟ لا. ها، يبقى الماس دي الفيزيكال كوانتيتي اللي اسمها ماس دي سكيلر ولا فيكتور؟ سكيلر. عشان وصفت ايه بس فيها؟ الماس. عشان لا، عشان وصفت ايه بس فيها؟ ماجنيتيود. ماجنيتيود اونلي. جميل. طب نيجي لكنزي. انت عارفه الويت، الويت بتاع الاوبجكتس اللي اخدناه في ميدل 1 واخدناه في جونيور 6. الويت مثلا بتاعي ناتج عن ايه؟ ناتج عن ايه؟ ناتج عن ان في حاجه بتشدني. مين اللي بيشدني؟ الجرافيتي. الجرافيتي، الايرث، ذا ايرث از جرافيتي. لو انا قلت لك يا كنزي الويت، the weight of my body is 700 نيوتن، هو بيتقاس بيونت اسمها النيوتن. ها، قولي لي كده الويت ده انا بوصف الماجنيتيود بتاعه ولا بوصف ماجنيتيود ودايركشن؟ ماجنيتيود ودايركشن. طب فين الدايركشن بتاع الويت؟ ان الجرافيتي بتشدنا لتحت. لتحت، ادي انت قلتي داونورد. خلاص، يبقى انا هنا كده وصفت الماجنيتيود 700 نيوتن ووصفت كمان قلت داونورد، يبقى دي سكيلر ولا فيكتور؟ فيكتور. فيكتور. لو قلت لك ليه؟ because it has a magnitude and a and direction. طب لو سألت زياد قلت لك في عربية، في عربية عطلت مني، فنزلت أديلها زقة، في واحد بقى إيه نزل كده يديلها زقة، يديلها force، ادالها فورس مثلا 400 نيوتن عشان تمشي من هنا لهنا، عايز يوصلها بقى للايه، لاقرب ورشه تتصلح. ها، يبقى انا كده بوصف ايه؟ بوصف ماجنيتيود بس ولا ماجنيتيود ودايركشن؟ ماجنيتيود ودايركشن. ماجنيتيود قلت 400 نيوتن وعشان امشيها من هنا لهنا، يبقى الفورس دي ها سكيلر ولا فيكتور؟ هتبقى فيكتور. فيكتور. لو قلت لك يا احمد وقت الحصه بتاعي، وقت الحصه بتاعي التايم 2 اورز، هل انا محتاج اوصف دايركشن؟ لا، مش محتاج. ها، تبقى ايه، سكيلر ولا فيكتور؟ سكيلر. سكيلر. ها، لو قلت لك ليه؟ because it has magnitude only. magnitude only. اظن اللعبه بقى وضحت بقى خلاص. فاحنا عندنا يا شباب سكيلرز زي الماس، اللنس، التايم، دي انا جاي لها كمان شويه، الانرجي، التمبريتشر، لما واحد درجه حرارته عاليه طلعت مثلا 39 سلسيوس ديجري اور فهرنهايت، ممكن بالسلسيوس او بالايه، بالفهرنهايت. على فكره عليكم تعرفوا اليونتس، انتوا اليونتس بس الجديده اللي يعني يمكن تكون مش واخدين بالكم منها، هي الجول والسلسيوس والفهرنهايت. انت تكتب سي كده وعليها سيركل واف وعليها سيركل بس، ماشي؟ الراديوس والديامتر والاريا والفوليوم، الحاجات دي كلها انا مش عايز لها دايركشن خالص، ماشي كده يا شباب؟ طيب عندنا كمان فيكتورز عندهم دايركشن. قلنا الفورس، الفيلوسيتي دي انا جاي لها في اخر الحصه. عندنا الديسبليسمنت اللي انا شرحها من شويه، قلت الفرق اللي ما بين الديسبليسمنت ان انا بوصف المشوار ازاي، مشى ازاي، خلاص. لكن الديستنس، الديستنس انا بوصف يا دوبك المشوار قيمته كام، ماشي؟ الفرق ما بين الديستنس والديسبليسمنت اللي انا شرحته معاكم في الايه، في الجزئيه دي اللي انا كنت بتكلم فيها مع كنزي. هنا كده انا كنت بتكلم على ديستنس،
لكن هنا انا كنت بتكلم على displacement. ماشي؟ طيب تعال نتكلموا بقى على الاكسلريشن. نتكلم مين اخر واحد؟ يلا كنزي، تعال يا كنزي. ولا زياد؟ زياد تعال يا زياد. قول لي كده الديفينيشن بتاع الاكسلريشن، تفتكروا؟ الاكسلريشن is a change. ايوه. In the object speed. ايوه. In a unit time او as the time pass. بس كده؟ لكن في حته قلت لكم حاسبها. ايوه in a specific direction. الاكسلريشن it is a change in speed in one second in a specific direction. ايه حكايه بقى in a specific direction؟ خليك معايا يا زياد. لو قلت لك عندك ثلاث عربيات ماشيين بنفس السبيد، ماشيين بنفس الايه؟ السبيد جنب بعض. ماشي؟ ده ماشي ب 60 كيلومتر بير اور، وده ماشي ب 60 كيلومتر بير اور، وده ماشي ب 60 كيلومتر بير اور. 60 كيلومتر بير اور. خلاص؟ الثلاثة ماشيين زي بعض بنفس السبيد. لو اللي في النص ده حب يبص على ده او ده من الريلاتيف سبيد هيحس ان هما ايه؟ واقفين. واقفين جنبه، صح كده؟ طيب لو الكار ايه ديت يا زياد سرعت، يعني مشت ببوزيتيف اكسلريشن، سرعت. مشت مثلا ب 20 متر بير سكند سكويرد مثلا. 20 متر per second squared. ابتدت تسرع. بلاش نخليها ايه؟ بلاش نتكلم بفاليوز عشان بلاش اللغوط. ابتدت تسرع. والأوبزيرفر اللي في النص ده ابتدى يبص على A. هيحس انه A. هيحس انه سريع. ايوة يعني بيحصل ايه؟ بيسرع وبيعمل ايه؟ بيطلع قدامه. صح كده؟ بيطلع قدامه، يعني هو غير السبيد، هو غير السبيد، مشى ببوزيتيف اكسلريشن وطلع قدامه. طب الكار نمبر بي ديت اللي كانت ماشيه ب 60، لو داس فرامل، لو داس فرامل فهيبتدي يمشي بنيجاتيف اكسلريشن. لو الاوبزرفر دوت اللي في النص بص على الكار بي هيحس ان هي ايه؟ بترجع لورا. بترجع لورا بالظبط كده. بتمشي بنيجاتيف اكسلريشن، غير السبيد بتاعته ورجع لورا بالنسبه لده. وبالتالي الاكسلريشن اللي كان فيها بوزيتيف ونيجاتيف هو يا اما بيسرع ويطلع لقدام او بيبطئ ويرجع لورا. وبالتالي الاكسلريشن كمان يا شباب من ضمن او جوه الشرح بتاع الاكسلريشن ان هي بتوصف دايركشن. هو في الحقيقه في حاجة أعمق من كده، دي هتاخدوها في أولى ثانوي في الترم الثاني. وأنا مش عايز يعني أتعمق معاكم أكتر من كده بالنسبة للدايركشن بتاع الأكسلريشن. حاجة هتبقوا تاخدوها في أولى ثانوي، حاجة اسمها سنترابيتال أكسلريشن. لما أوبجكت بيكون بيلف في سيركل وبيغير الدايركشن بتاعه في كل لحظة. فدي انا مش عايز اتكلم فيها دلوقتي. المهم ان الاكسلريشن يا شباب ببساطه خالص، لو واحد ماشي بوزيتيف اكسلريشن فهو بيسرع وبيطلع لقدام، او ماشي بنيجاتيف اكسلريشن فهو بيبطئ وبيرجع لورا عكس الموشن. وبالتالي الاكسلريشن دي سكيلر ولا فيكتور يا زياد؟ فيكتور عشان عندها ماجنيتيود وكمان بتوصف دايركشن. خلاص. طيب أنا كده خلصت الصفحة الأولانية. طبعًا دول give reason سهلين خالص. لما يجي يقول لك ليه الماس واللينس والتايم سكيلر، أو يجي يقول لك ليه الفيلوسيتي والفورس فيكتور، هتقول له دول سكيلر عشان عندهم ماجنتيود أونلي و have no direction. طب دول ليه فيكتورز؟ عشان عندهم ماجنتيود and also direction. دي كده كانت introduction عن الـ A, the kinds of A physical quantities. حاجة صعبة في الكلام دوت؟ حد عايزني أعيد حاجة في الجزئية دي؟
شكرا يا استاذ.